سوريا نزيف الوطن والثورة. سلام الله عليكم من الشعب الوحيد في العالم الذي تقصف الطائرات الحربية فيه أفران الخبز ليخرج معجونا بدماء الأطفال والنساء. سلام الله عليكم من الأرامل والأيتام. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ كل هؤلاء من أهل البلد، فليخرجوا جميعا من بلادنا وسنعتذر من إخواننا وضيوفنا الكرام. معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المستقيل. الشارع العربي مع زين يازجي، الأحد 10:30 مساء بتوقيت دبي.